خليل خليل يلعبها حتى هو على القائم الاول والهدف اول لحاكم الوسطى شعباني حسين. وسجل شكر من الفروتي. في الرقابة ولكن شعباني حسين لا يخطئ ويهز شباك فريق الأهلي. هدف لفريق التعاون، هدف للفريق الضيف. شعباني حسين يسجل. يمسك تطول الكورة وتعود لشعباني يحط كورة عالمية عالمية. حذاري من الأخطاء. الكرة والتسديدة مراد الحيشي، تسديدة من المهاجم البرودي شعباني حسين. تعود خطيرة شعباني، امشي شعباني سدد واحمد. شعباني يتقدم، شعباني مر من الاول، شعباني مر من الثاني، شعباني شعباني مر، شعباني شعباني مازال يحضر بالكره، يهيئ كره بشكل ممتاز. عندك عندنا نقاط نقاط خطيره للتعاون، هذه لشعباني حسين، شعباني حسين 2-1، شعباني شعباني شعباني. باتجاه شعباني في الدفاع العرضيه، يمشي شعباني عرضيه بالمليمتر ويضيع. هذه خطورة التعاون في الكرة الطويلة وفي هذا المحترف اللي قادم البرودي مع تسديدة جاورة المرمى. نقلة شعباني. شعباني كيف سيتعامل؟ يقلع علي بيه بطريقة مميزة.